التنموي الأبرز لليمن الشقيق. تحت شعار معالي مواجهة التحديات وتعزيز فرص التنمية، أقيم في العاصمة المؤقتة عدن مؤتمر ومعرض عدن الأول للبناء والمقاولات، والذي يهدف إلى خلق بيئة استثمارية وتقديم رؤية تشخيصية ضمن الواقع الاستثماري في البلاد، ويسعى للتعريف برؤية الحكومة وخططها المستقبلية بشأن إعادة إعمار عدن. في هذا اليوم ندشن بداية الإعمار وبداية التعافي الاقتصادي من هذه المدينة، مدينة عدن، بوابة العالم للتجارة والاستثمار. شارك في المؤتمر 30 شركة ومؤسسة استثمارية، بالإضافة إلى نخبة من الأكاديميين والمعنيين بمجال البناء والمقاولات، ومن المقرر أن يناقش المشاركون على مدى يومين 22 ورقة عمل موزعة على جملة من القضايا المتعلقة بعملية البناء والاستثمار وتوصيل هذه الرؤية إلى جهات القرار لتوفير بيئة اقتصادية آمنة وجاذبة للمستثمرين. سيقوم باستعراض جملة من الأوراق العلمية التي ستناقش عملية الفرص الاستثمارية والمعوقات التي تواجه عملية التنمية هنا في عدن، وسيتم مناقشة الأوراق هذا التي ستناول هذه القضايا التي هي ستخرج برؤية إن شاء الله بتكون تجابه كل الإشكاليات التي تواجه عملية الاستثمار. المشاركون عبروا عن أملهم في أن تؤخذ مخرجات المؤتمر والتوصيات التي ستتمخض عنه بعين الاعتبار من قبل كافة الجهات المعنية الحكومية والأهلية، وذلك بما يسهم في إعادة إنعاش الواقع الاستثماري ويذلل كافة الصعوبات والعراقيل أمام المستثمرين ورجال الأعمال في عدن وغيرها من المحافظات، داعين رأس المال المحلي والخارجي للإسهام في العملية التنموية وتعزيز الاقتصاد الوطني في المحافظة.